تنضم إلينا مرة أخرى رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة رحمة، بعد التحية، مع بداية التصويت للمصريين بالخارج، كيف تقيمين المشهد وملامح عملية التصويت حتى هذه اللحظة؟ أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. هو بالفعل احنا عندنا حوالي 9 مليون ناخب مصري بالخارج، ما يزيد عن 9 مليون و137 ألف ده تحديدا، في 137 مقر انتخابي ب 121 دولة. منذ العاشرة مساء أمس بدأ عملية التصويت في دولة نيوزيلندا وأتبعها دولة أستراليا. وبالفعل قامت السفارة في نيوزيلندا بعرض صورة أول مصري قام بعملية التصويت على صفحاتها الرسمية. هذا بجانب قيام العديد من الدول صباح اليوم بالعديد من المصريين بالخارج بالتوجه لمقر العملية التصويتية للإدلاء بأصواتهم، وخاصة في الدول العربية. فشفنا في العراق، وشفنا في المملكة السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية الأخرى. طيب أستاذ رحمة، كيف تقيمين يعني نسبة التصويت أو الإقبال حتى هذه اللحظة؟ هو بالفعل كان في نسبة تصويت كبيرة، ده اللي شاهدناه في صور الصبح، وعملية تنظيمية رائعة وخاصة في الدول العربية. وده ممكن يرجع لفكرة أن النهاردة هو يوم الجمعة ويوم الأجازة الرسمية في العديد من الدول العربية، وبالتالي فإن التوجه الانتخابي يشهد كثافة نوعا ما، ومن المتوقع أن تزيد هذه الكثافة بعد صلاة الجمعة والتواجد حتى الساعة 9 مساء في المقرات الانتخابية المختلفة. ده بالنسبة للدول العربية. أما الدول الأخرى كالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فالمتوقع أن يشهد يومي السبت والأحد إقبالا ملحوظا من الناخبين المصريين، وده للدور المصري للمصريين في الخارج في إرساء العملية الديمقراطية، خاصة إن احنا المرة دي أو دي رابع عملية انتخابية للمصريين بالخارج بعد انتزاع الحفر الدستوري لهم منذ 2011 والمشاركة في حوالي 11 تحقيق انتخابي خلال الفترة السابقة. وبالتالي فهي عملية ديمقراطية على المصريين جميعا المشاركة فيها، والمصريين بالخارج على وجه التحديد هم الأكثر وعيا بأهمية هذه العملية الانتخابية، خاصة في وجود 4 مرشحين يمكن الاختيار بينهما. وكمان بتختلف العملية الانتخابية الحالية والعملية الانتخابية الماضية في 2018 عن العمليات الانتخابية السابقة في 2014 و2012، نتيجة عدم ضرورة تسجيل المصريين بالخارج قبل الوصول للمقرات الانتخابية، ولكن يمكن ببطاقة رقم قومي حتى لو كانت غير سرية أو جواز السفر يمكن من خلالها التقدم لأي مقر انتخابي في الدولة التي يتواجدون بها والإدلاء بأصواتهم. وبالتالي تسهيل العملية الانتخابية والتأكيد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية اللي أكد عليها الهيئة الوطنية للانتخابات هو عامل مؤثر ومحفز لكثير من المصريين للتوجه للانتخابات وصناديق الاقتراع. وده هيخليني أسأل حضرتك أستاذة رحمة عن التيسيرات والتسهيلات التي تقدم في المقرات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج وجهود وزارة الخارجية في ذلك. يعني وزارة الخارجية هذا هو الاستحقاق العاشر الذي تشرف عليه بالنسبة للمصريين بالخارج منذ 2011 وحتى هذه اللحظة. تقييم حضرتك لهذه التيسيرات والتسهيلات التي تقدم كحافز ومشجع للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم؟ قامت وزارة الخارجية بعمل غرفة مركزية للإجابة على كل التساؤلات التي قد يحتاجها بعض المصريين للتعرف على لجانهم الانتخابية أو البحث عنها من خلال رقمهم القومي أو رقم الباسبور للتوجه المقر المناسب لهم. كما قامت بعمل محاكاة وتدريب لأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج للتعامل مع الأجهزة الرقمية والتابلت التي تم استلامه وطباعة الأوراق الانتخابية للتأكيد على ممارسة كل مصوت لحقه الانتخابي بصورة الكثافة وتحقيق أكبر قدر من النزاهة الانتخابية. بالتالي قامت وزارة الخارجية بجهود مكثفة، وقامت أيضا بالتواصل مع الجاليات المصرية بالتعاون مع وزارة الهجرة للتأكيد على أهمية المشاركة وحسن من الشباب والمرأة، وده اللي قامت بيه السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة بالتعاون والوصول إلى الجاليات في الدول الأوروبية خلال حملة شارك بصوتك للتواصل
ومحاوله توفير وتيسير العمليه الانتخابيه ومواجهه كل العقبات التي قد تحول دون وصولهم لممارسه حقهم الدستوري. شكرا جزيلا الأستاذ رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك.